السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جاسر أو جاسر أوف. جاسر مقطع جديد هو كيفية الحصول على المغير الأخضر الكبير أو عدد لا نهائي. أول شيء هالمكان إصابة مزرعة الكروم في خريطة توسانت اللي هي إضافة الدم والنبيذ، ونقطة السفر اللي هي جسر بيلجموند. طبعا هي تكون لا نهائي بس لازم تكون تتبع نفس هذه الطريقة. شوف الحين باخذ المغير انا الاخضر الكبير، بعدين تبعد عنه مسافة وتقعد تتأمل. طريقة التأمل تضغط تأمل، تضغط الوان بعدين مربع وسهم يسار، بعدين تضغط اكس مدة 4 ايام عشان ترجع المورد من جديد. بعدين ترجع تلقى نفس المورد موجودة. طبعا عشان ما يروح عليك هذا الجلتش لازم تتأمل 4 ايام وبعدين تخزن وتكون موجود هذه عشان ما يختفي الجلتش.